من اجتبي وفي المركز الثالث الدور على مشاهدينا الاعزاء العزره لسيد حموده بن حمد بن سالم العفاري، بينما نرى في المركز الرابع تاتي وتحتله الياف للسيد محمد بن عبيد بن حلوس العامري. يا سلام، المركز الخامس مياس 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 بنت مياس من سلالة مياس وأبناء وعيال مياس للسيد صالح بن جابر بن صالح العامري. هذه النتيجة للكاس، الكاس الكاس الغالية لمن يا أخواني، يا عشاق التراث يا عشاق الأصايل. وهناك أسماء مشاهدين الأعزاء، بلغ نصاب هذا الشوط حوالي 35 اسم وشعار مشارك، لم يحن موعد دخول بعض الأسماء في هذه اللحظات إلى قمة المنافسة وموقعة المنافسة. واللي خطف مشاهدينا الاعزاء الكاس في هذا الشوط في الموسم الماضي اللي هو بن حلوس مع هذا الشعار، مع هذا الشعار انتظروا، موجود في المقدمه ويبحث عن ان يحافظ على لقب هذا الشعار، ولكن المقدمه واللي تحتلها هملوله للسيد فالح محمد بالزفنه العفاري. يا سلام يا سلام، مسيطره العامري فالح بن مسلم بالزفنه العامري. والمركز الثاني اللي تاتي اليافل محمد بن عميد بن حلوس بالعامري حامل اللقب ايها الاخوه والاخوات في كل مكان وعبر الهواء مباشره، يحتل المركز الثاني. المركز الثالث والخطر، الخطر قادم مع حامله رقم 13 اللي هي العزره للسيد حموده بن حمد بن سالم العفاري. دور المركز الرابع واللي هي مياسة العود، مياسة السيد صالح بن جابر بن صالح العامري. هناك هجوم من المركز الخامس فما فوق بقوة وبعنف، ولكن اللي تقودهن وتحتل المركز الخامس حشيم محمد بن عبد الله بن حروم المحرمي. هذه نتيجتنا الثانية مشاهدينا الأعزاء، نداءنا الثاني 2 كيلومتر على خط النهاية من 5 كيلومترات، وانتظروا المفاجآت وانتظروا الأسماء القادمات والشعارات والشعارات في مهرجان المرموم 2015، مهرجان من أقوى المهرجانات، سباق رائع للغاية. الكاس فيه والإنجاز فيه يدل على قوة الاستعداد، والخير فيه بالفعل، والناموس فيه، والعطاء فيه، وحضور أصحاب السمو والشيوخ بقيادة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، راعي هذا المهرجان حفظه الله ورعاه، الذي يقدم دعما كبيرا لا محدودا لرياضة الآباء والأجداد، لعالمنا الجميل والساحر. مقدمة الشوط بن حلوس حامل اللقب على ظهر اليافل، يقدم اليافل محمد بن عبيد بن حلوس العامري في هذه اللحظات 1400 متر، قدم الشوط خلاص خلاص بن قنا. الشهامة قادمة للسيد عمير بن حزم بن قناص العامري، أيضا قادم بقوة، ونحن الآن نقترب مع 1200، مسافة خطيرة قديرة يقدرها المضمرين، ولكن سيل قادم، سيل جارف يأتي من كل مكان للمنافسة. هناك اللي في المقدمة، نعود لها الشهامة للسيد عمير بن حزم بن قناص العامري، بينما المركز الثاني اللي اليافل للسيد محمد بن عبيد بن حلوس العامري. المركز الثالث بن دري يصل للنداء اول واذاعه اولى في هذا الشوط في تون لسعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي. المركز الرابع حاولت رقم 8 تغطيه تغطي المركز الرابع سيد طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، ولكن 29 كانت في المركز الخامس خطفت المركز الرابع. مشاهدينا الاعزاء، تعود ملكيتها السيد مطر بن سالم اليبهوني واسم هالشاهينيه، لكن الكاس ينتظر، ونحن نقترب من خط النهايه 600 متر ياهي 600 ياهي 600. الكاس واليافل حامل اللقب في الموسم الماضي، يحافظ على لقبه حتى هذه اللحظات، يحافظ على اللقب، يسيطر على الموقف، ولكنه مخاطر، محاصر، مضغوط من بندري واللي مناك ايضا. شو
طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، وكذلك من يلاحق في هذه اللحظات مطر بن سهيل البهوني. يبون الكاس، يبون الكاس، ما حد لايمهم يا جماعة، ما بلومهم أنا ولا بلومهم حد. هذا هو، هذا هو الكاس. لمن؟ لمن؟ السلام عيناوي، عيناوي الكاس الثاني. اليافل، اليافل، صفقوا لها يا جماعة، صفقوا لها، صفقوا لهذا الشعار، صفقوا لهذا الشعار. اللقب يحافظ عليه، يحافظ عليه بالحلوس. اليافل تهانينا والناموس للمرة الثانية على موسمي 2014 و2015. تهانينا للسيد محمد بن عبيد بن حلوس العامري المركز الثاني، اللي وصلت تغطية طرشوم بن صالح طرشوم العامري المركز الثالث. فتون للسيد سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي المركز الرابع. الشاهنية للسيد مطر بن سهيل يبهوني الظاهري والمركز الخامس. المركز الخامس اللي هي جواهر للسيد محمد بن خليفة بن زاهرة الخيالي، أو السيد محمد بن خليفة بن زاهرة الخيالي. مشاهدينا الأعزاء، هكذا إذا هي النتيجة، وبشوف التوقيت الزمني لليافل اللي حافظت بشعارها على لقب مالكها للخمسة كيلومترات 7 دقائق 39 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد مالك اليافل محمد بن عبيد بن حلوس العامري على فوزه بكأس الإنتاج المحليات. يا سلام، إنتاج محليات على كيف كيفك، تستاهل للمرة الثانية وللموسم الثاني. المركز الثاني 7 دقائق 40 ثانية بالوفاء والتمام. هذه هي تغطية لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، حققت مركز ممتاز على الكاس الخاص بالمحليات للإنتاج الثالثة. 16 ثانية و7 دقائق أو حاملة رقم 16، بشوف إذا ينفتون هي اللي فازت بالمركز الثالث. سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي توقيتها 7 دقائق 40 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء لكل الفائزين في